بتوجيه ودعم الاستاذ محافظ نينوى المحترم وبمتابعه ميدانيه من قبل الاستاذ عماد مدير مجاري نينوى. باشرت مديريتنا بالتعاون مع منظمه دبليو اي جي الالمانيه باعمال تسليك وتنظيف شبكه المجاري منطقه الساحل الايسر بمده زمنيه مقدارها 40 يوم، والان تمت المباشره في هذا اليوم في منطقه نينوى الشرقيه جامع الشيخ حنج، وكما تلاحظون العمل مستمر على قدم وساق لتنظيف شبكات المجاري، وهذا العمل ياتي ضمن حملات المديريه المستمره لموسم الامطار فصل وتاية شبكه المجاري لفصل الشتاء.